أكثر من 1000 مذبحة في غزة دون رادع أو رقيب، وإعلام إسرائيلي يتحدث عن صفقة محتملة للهدنة وتبادل للأسرى. ليست مذبحة واحدة ولا اثنتين ولا حتى 100، بل أكثر من 1200 مذبحة شهدها قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر، مذابح خلفت عشرات الآلاف من القتلى والمصابين، بينما يبقى الآلاف غيرهم محاصرين تحت الأنقاض دون قدرة على انتشالهم. 1100 مذبحة كانت تكفي أقل واحدة منها في أي مكان آخر ليتحرك العالم والمنظمات الدولية لإيقافها، لكن ما حدث ويحدث في جباليا ومخيم الشاطئ ومستشفى المعمداني وغيرها من عشرات المواقع في غزة ما زال يمر دون رادع أو رقيب. وبينما شغل الاحتلال الإسرائيلي العالم خلال الأيام الماضية بمحاصرته مجمع الشفاء الطبي حتى اقتحمه في النهاية بزعم وجود أنفاق ومخابئ عسكرية بداخله، فقد انسحب الاحتلال من المجمع دون أن يقدم أي إثباتات لهذه الإدعاءات التي أكدت الحكومة الفلسطينية أنها عارية تماماً من الصحة، ليعيد بعد ذلك اقتحامه مرة أخرى واعتقال عدداً من العاملين فيه. وأمام كل هذه الانتهاكات والجرائم المستمرة منذ 41 يوماً، اعتمد مجلس الأمن قرار يدعو لفرض هدنة إنسانية عاجلة وفتح ممرات لتمكين وصول المساعدات في قطاع غزة، في حين رفضت تل أبيب القرار واعتبرته بعيداً عن الواقع، وذلك بالتزامن مع حديث في الإعلام الإسرائيلي عن مناقشات حالية بشأن صفقة تبادل لعدد من الأسرى والاتفاق على هدنة تستمر من 3 إلى 5 أيام مع تزويد المنشآت الطبية بالوقود اللازم لتشغيلها.